نور فيك. أنا وقلت أدوخك وقلت نشد ندعي معاكم جادو لغاية للدعاء، ولكن باش ما نطولوش فيه لأن احنا دابا شي شوية تعطلنا، ولكن دابا رحنا في عبادة كما قلت لك تنتظروا الصلاة راكم في عبادة ما تقلقوش. شوفوا واش نقاوم هاد الليلة السنة المقبلة ولا ما نقاومش، هي غتكون ولكن واش حنا نكون ولا ما نكونوش. يا سيدي يا رجية رمضان إلى آخر خطه الأرض ومن عليه، ولكن واش حنا غنكون ولا ما نكونوش الله أعلم بذلك. طب الله تعالى بلغنا رمضان اللهم امين ونحن في صحة وعافية اللهم امين كنت نشرب الشكر الجزيل للناس تجاه السلطة. هذه شهادة، هذه شهادة، مش هذا كيس أن الناس كاينين معنا ديال السلطة، لا شهادة لأننا نخدموا في هذا الشهر المبارك، خدموا ماشي معانا ماشي مع شي واحد، خدموا مع بيت الله. وانتم راكم شفتوا هذا النقاب وهذا النظام اللي شفتوا جلبة المسجد وخصوصا هذا السنة هذا رمضان، والكل يشهد بهذا القريب والبعيد. ولقد توصل المكالمات كيشكروا الناس على النظام اللي شافوا هذا رمضان بالخصوص. الله يسر الخير هاد الناس ديال السلطة كلهم من أولهم إلى آخرهم. السلطة المحلية، رجال الأمن، الناس العمالة، السيد العامل، رؤساء الدوائر، الناس ديال القوات المساعدة، رجال المطابق كانوا الوقاية المدنية، كل شيء كان جندوا الوقت كل ليلة. الله يحفظهم جميعا. طلب الله تعالى يسر الأمور ديالهم كاملين. الله يحفظ لهم الأعمال ديالهم ويحفظ لهم الأعمار ديالهم ويبارك لهم في الصحة ديالهم وفي الوليدات ديالهم. نطلب الله تعالى يمتعهم بالصحة والسلامة والعافية وطول العمر في طاعته. واللي عنده في النفس ديالو في النية ديالو شي حاجة ديال الخير يسموها في هذه الليلة ولعلها ساعة وليلة الاستجابة. شوف حنا راه كنطلبوا الكريم ربي غادي نقولوا يا رب ارجع من وجهنا عن الكريم الذي لا يرد سائلا قد اطلب العبد ويرد ولكن الله تعالى فرض الله ردك انت غير خلص يكون عندك الاخلاص والصدق في الطلب ديالك ويقول يا رب ما يكونش عندك ادنى شك راه ما غاتقدرش الدعوه ديالك. الله يحفظكم جميعا رواد المسجد رواد مسجد الأندلس الذي هو السافلة ديال الحي والذي كيجيو من بعيد والناس كيجيو من بعيد والناس كيجيو من بدون أخرى كيجيو لعندي وكيدخلوا عندي وكيقولوا لي راني جيت من الديرة الفلانية طيلة الشهر. طب الله تعالى يعشر الخطوات ديالكم جميعا. الله يحفظكم جميعا. الله ذكورا وإناثا رجال وعيالات. الله يسر الامور ديالكم، الله يهدي الاغراض ديالكم، الله يحفظ لكم الوليدات ديالكم، الرجال الله يحفظ لكم الزوجات، والنساء الله يحفظ لكم الازواج، الله يجعل لكم البركه في كل ما تحاولون وتناولون. اي خطوه درتوها من قريب ولا من بعيد، طلب الله تعالى يتقبلها منكم بالعشرات. طلب الله تعالى يحفظكم في الصحيحه ديالكم، وفي الاعمار ديالكم، وفي الاعمال ديالكم، وفي الارزاق ديالكم. الله يسر لكم كل امر عسير. الله يجعل لي نومكم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. غير اللي عنده شيء يمين ويا في هذه الليله الله يزيدكم الخير. استحضروا النية الخالصة والصادقة. استحضروها الله يزيدكم. اللي نيتوا شي حاجة ديال الخير تكون في هذه الليلة. علاش ما تكونش هذه الليلة القبيلة؟ علاش ما تكونش؟ لعل الله تعالى بتبها هي. لأنها من الليالي الوترية ليلة 29 هي اليوم لعلها تكون كذلك قلت من الله تعالى فيها. قم نشدوا العلاقة مع سيدي ربنا
والعبد رحمة خاص من عزيزك والله العظيم وأقسم بالله لرحمة قطع الله من عزيزك إلا من رحم الله إلا من رحم الله الله يصلح الحال ديالنا الله يستر العيوب ديالنا الله يتجاوز علينا الشباب اللي كانوا محافظين على النظام في المسجد وكانوا كيأطروا والنساء كذلك اللي كانوا تما قابل الاعلانات وكيأطروا محافظين على النظام وعلى النظافة قلت الله تعالى هذه الليلة المباركة يكسي لهم جميع الأخلاق اللي عنده الوليدات الله يحفظهم عليهم اللي عنده شعانة الله يبارك ليه فيه واللي ما عندوش الله يسر به ويوجد له واللي عنده شي مريض الله يشافيه اللي عنده شي مريض فينا احنا كلنا هذا الحشد كله اللي حاضر داخل المسجد وخارجه واللي كيسمع اللي عنده شي مريض الله يشافيه اللي عنده شي مريض هو يرحمه رحمه واسعه هو تقبل اعمال ديالنا جميعا واجعلها خالصه في وجهه الكريم ومعطرة على الاطاله ونرحب بكم جميعا انتم كلكم وحنا كاملين ضيوف عدنا حنا بيتين في بيت الله هذا بيته ماشي ديالنا هذا بيت الله اللي جا شوف النية باش غيجي يدخل هاد الشمس جاي داخل شي نية ديال الخير ونية ديال مغفرة الذنوب ومحو السيئات الله تعالى يدخل لك الاجر شيء باغي تبسط على نيتك شي حاجه باغي يصير كذا باغي تشوف مال رقيه مال هذا مال كذا راه غادي تخلص على الدنيا هذا الشيء كي كنقول احنا هذا الشيء باش غير هذا نعم هذا الشيء باش غادي تلقى الله تعالى الله يتجاوز علينا جميعا نرحب بالناس اللي حضروا معنا كاملين الضيوف ديالنا اللي جاوا من بعيد كلهم كبيرهم وصغيرهم اللي جاوا من بعيد أما هذو اللي قرب لنا النزي والأنسي هذو هم رواد المسجد رواد المسجد القريبين الله يتقبل منا جميعا والله يحفظ الجميع والله يسر الأمور ديال الجميع وقوموا إلى صلاة الحمد لله.